إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي زي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا مزينة، واه مين سعاد، عاملة ايه يا بيت؟ رايقة؟ الحمد لله رايقة. ازيك يا بيت، وزي امك وجدتك، كلكم عاملين ايه؟ رايقين رايقين الحمد لله. انت ما بتجيش ليه؟ واه واجب انهي وش؟ لا يا اختي، اخاف امك يعني تديني وش كده ولا كده، انا عارفة انها مش طايقاني، ولا هي ولا عمتك. ما عندهم حق يا ام زينب، هو اللي انت عملته ده قليل يعني؟ واه مش خلاص يعني اعتذرت وصلحت غلطي، هعمل ايه تاني يعني؟ هو البني ادم ما بيغلط شيء؟ بيغلط بس غلط عن غلط يفرق يا ام زينب؟ ده انت كنت هتودينا في داهيه وتخربي بيتي. اوعى يا بنت تكون لسه زعلانه مني، ده انت زي بنتي والله. بس نعمله ايه، الشيطان. انا مش عارفه ليه حاسه كده ان الشيطان ده بريء من افعالنا، يعني كل ما نعمل حاجه نقول الشيطان الشيطان، حتى في رمضان الشياطين بتبقى متسلسله واحنا بنغلطه ونقول الشيطان. هنعمل ايه يا بنتي؟ يعني الواحد بيغلط برضه، يعني مش ملايكه احنا؟ لا طبعا مش ملايكه. ما عليني، انت لو رحت لامي يعني وقلت لها كلمتين حلوين هتسامحك على طول. ماشي هروح لها، واروح لعمتك برضه، مع اني خايفه تكسفني. عمتي تكسفك؟ دي مرات ابوي ممكن تكسفك، لكن عمتي دي طيبه قوي. مرات ابوكي؟ هو ابوك الجواز؟ لا يا اختي، هو يقدر، قصدي على امي يعني ما انا بقول عليها مرات ابوي. اه يا ملكومه انتي، مرات ابوكي كيف؟ دي ما فيش احن منهي، عيب عليكي. عادي يعني كلمه كده وخلاص. المهم انتي خدتيني في دوكه كده وقعدتي تتكلمي كتير ونسيتيني. امر يا حبيبتي اللي انتي عايزاه، انا عايزه اعمل اي حاجه عشان ارضيكي. لا انا مش عايزه حاجه، انا كنت بسالك عادي. طب اسالي. هو انت رايحه فرح جميله؟ لا لا، ولا اروح عندها فرح ولا غيره. لا لا، انا قفلت الباب دي خالص ولا عايزه اعرفها. طيب البنات، في حد في البلد رايح؟ لا برضو محدش عايز يروح فرحها. يا مري، يعني البنت هتفرح لحالها وهترقص وتهيص لنفسها ولا ايه؟ لا برضو دوليه زيني. لا وعايزانا نفرحوا لها كمان، هي من امتى فرحت لحد يعني؟ لا برضو يا ام زينب، كانت بتروح برضو افراح، صحيح كانت بتنكد عليني وتقلب الفرح، بس هي كانت بتيجي برضو. انت عايزانا نروحوا لها ولا ايه؟ يعني كان بنت كده يهيصولها، حرام برضو، دي فرحة العمر وجايالها يعني بعد مدة طويلة، انسبوها كده، دي برضو يعني اكلنا معاها عيش ومالح. لا لا، هتصعب عليا انها تقعد كده سكيتي ومحدش كده يزغرط لها حتى زغروطة. لا احنا ننسى كل المشاكل ونروح البركولها والله، ونعمل اللي علينا وخلاص، لكن لو حصل حاجة من عنديها نمسكوها نضربوها عادي. يا ملكومة انتي، ماشي انا هقول للبنات، واللي عايزة تروح تروح. خلاص ماشي، روحي قولي لهم لحد ما انا اروح اشتري شويه حاجات كده ونتقابلوا بالليل. شوفي عاد مين اللي هيجي، انا رايحه. ماشي يا بنتي. يعني انت خلاص كده مش زعلانه مني؟ لا زعلانه، بس المثل بيقول لو لك حاجه عند ولا حاجه، قصدي يعني زعلانه شويه. ما تكملي يا اختي. ماشي، لسانك الطويل اللي قد كده هو ده اللي موديكي في داهيه، بس انا برضو مش زعلانه منك حبيبتي. يلا روحي عاد شوفي البنات، خليني اروح اشوف انا هعمل ايه. لحسن الجو ايه مولع، ايه الحراره دي، ايه الحر دي، انا ما بقتش طايقه حالي. هو دي حر بجد ولا يكون مصر دخلت النار؟ لا يا اختي بعد الشر عليني، هو الجو حر كده السنه دي قوي. اي والله يا ام زينب، الصيف السنه دي تاريخي، الشمس بنفسها نازله الصيف معانا. يا ملكومه انتي، دمك عسل. دمي عسل ايه؟ انا بقول لك الحقيقه، نفسي اعرف الناس اللي بيحبوا الصيف دول بيحبوه ليه؟ هم فين اللي بيحبوا الصيف دول؟
عجبكم الجو ده؟ إلهة تتلسوع في حواجبكم. أنا يا أختي ما بحبش الصيف، أنا بحب الشتي. أه والله هو فيه زي الشتي وجمال الشتي والمطرة بتاعته والجو والبطاطين وتتكلفتي كده وتبقي مش قادرة تتحركي من مكانك، بس برضو على قلبي زي العسل. يلا عاد يا أم زينب عمال تتكلم دو كتير، اليوم كله خلص. روحي عاد اعملي قلتلك عليه وأنا هروح أشوف أنا هعمل إيه. واه أنا اللي بلوك برضو. ماشي أنا ماشي. إيه الست الرغاية دي كلت دماغي. أما أروح أشوف هعمل إيه. بسم الله ما شاء الله، ولا جه اليوم اللي شفتك فيه عروسة يا بنتي. شكل حلو يما. أمه ليه جميلة يا بنتي. طب بقولك ايه، هو محدش هيجي النهاردة فرحي؟ يعني كده خلاص هقضيها كده لوحدي؟ يا بنتي يجي ولا ما يجوش، المهم ان انتي فرحانة وبقيتي عروسة وانا معاكي. ماشي يما، بس انا كنت عايزة الناس تشوفني عروسة ويفرحوا بي وكده. يشوفوك ولا ما يشوفكيش، انت عايزاهم يدوك عين يا بنت انتي. خلاص ان شاء الله عنهم ما جوم. ماشي. طب العريس اتأخر ليه؟ ولا هو كمان مش هيجي؟ لا يا اخت هيجي، ايه اللي مش هيجيبه؟ واحنا كنا غصبناه يعني. مبروك يا جميلة. الله يبارك فيك يا ام زينب، انا ما كنتش فاكرة ان انت هتيجي. لا ازاي، لازم اجي طبعا وبارك لك. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا ام زينب، عقبال بناتك. تفضلي. مبروك يا جميله، ربنا يتمم لك على خير. واه وسعديه كمان، الله يبارك فيك. تفضلي. مبروك يا جميله، ربنا يتمم لك على خير. الله يبارك فيك عقبالك. مبروك يا جميله يا بنتي. واه الحجه كمان، الله يبارك فيك. تفضلي. عقبال ولاد ولادك. اللهم امين. مبروك يا جميله، ربنا يتمم لك على خير. وسعاد كمان، الله يبارك فيكي. ولا انت جاي تبوظي لي الفرح؟ لا طبعا ابوظهولك ليه، انا اكتر واحد عايزاك تتجوزي. ايوه صح، عشان ابعد عنك. بس ماشي، المهم ان انت جيتي متشكرين. العفو، ربنا يتمم لك على خير ونشوف عيالك قريب ان شاء الله. انت عارفه انا هتجوز مين؟ ده راجل معلم كبير قوي، اغنى من جوزك بكثير، وكمان طول بعرض كده هتشوفيه دلوقتي. مبروك يا حبيبتي. مع اني عارفه ان انت بتقوليها لي من غير نفس، بس ماشي الله يبارك فيكي. اهي يا بنتي ابوه مامتي، سبتيني كده ومشيتي، في راجل عكسني. عكسك مره واحده ليه؟ عينيه وجعاه. لا يا اختي، هو كان عكسك انت عشان عينيه وجعاه. وانت حد يبص لك يا معفنه يا مجمله؟ جدتي احنا قدام الناس، يلا باركي للعروسه. وبقول لك ايه، اوعي تقولي على اي حاجه وتبوظي كل حاجه. مبروك يا بنتي يا جميله يا معفنه انتي. الله يبارك لك يا جدي. جدتك منين ان شاء الله؟ وانا كانت بنتي عقربه عشان تخلف واحده زيك. يا مري يا جده، خلاص كفايه، احنا جايين نباركولها مش جايين نهزقوها. يا شيخي بس انا جايه عشان اضربها. لا مش دلوقتي، لو هي عملت حاجه نجيبوها من شعرها الاصفر ده ونضربوها، بس دلوقتي هي قاعده ساكته خلاص. انت عارفه العريس اللي هتتجوزيه ده؟ جميل قهوه يا جدتي. في ايه؟ حرام عليكي، هتشليني هتنقطيني كل مره كده عتبوظي كل حاجه. اسكتي خالص، ما تعرفيش تحط لسانك في بقك؟ اهدي، بتجيلك الذاكره دلوقتي هتبوظ الدنيا. مش بقول لها العريس مين؟ لا يا اختي هي مش عايزه تعرف مين، خليها بعدين وبقي قولي لها انا بعدين. يا بنت هقول لها العريس ده مين ومين اللي جابه وهيعمل فيها ايه عشان ما تبقاش مفاجاه. هتشل هتشل يا ربي، هتجيني جلطه. اعمل ايه؟ اولع في روحي ولا اقتلك؟ اقتلك؟ لا حرام، هتحاسب، هتعدم، هتعدم عليك على الفاضي. ليه وانت بقالك كام يوم اصلا؟ مالك يا بنت عزيزه كده ليه؟ وانا عملت لك حاجه؟ هو انت لسه هتعملي لي؟ ده انا هتشل بسببك. يلا يا جدتي يا جميله ارقصي وغني، النهارده فرح البنت جميله اللي انت بتحبيها. واه هي البنت دي انا بحبها؟ قوي قوي بتحبيها قوي، ده انت كنت بتموتي فيها وهتتجوز، لازم تفرحي لها عاد. يعني مش البنت جميله دي المعفنه المجملي اللي احنا كنا عايزين نضربوها؟ لا مش دي، دي واحده تانية، انما دي جميله وجميله اسما، يعني جميله فعلا واسما. ماشي، مش التانيه دي كانت اسم بس. ماشي. مبروك يا بنتي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا جدتي. تعرفي انا بحبك قوي، انت جميله، وعشان كده هقول لك على كل حاجه. عايزه تقولي ايه يا جدتي؟ عارفه البنت جميله الثانيه القفشه دي اللي اسمها جميل، بس هي مش جميله؟ يا اختي هتشلي يا ربي، هتجيبي لي جلطه، انا لسه صغيره يا ربي على الضغط العالي والواطي. جدتي يلا نرقصه، يلا نرقصه حب على ايدك. نرقصه؟ ماشي. Thank you.
تنساش يا حاج روحي هناك جدتي حتنقطيني تعالي هناك ما تنساش يا واد بس انت بعدينها يا قلب اللي هيقف بس يا جدتي اقول لك يلا بينا نروحوا مبروك يا ولدي ربنا يتمم لكم على خير الله يبارك فيك يا حجة مبروك يا بنتي الله يبارك فيك يا عمتي متشكرين يلا عاد كفاية كده انا مستعجل ما عنديش وقت بس الناس لسه قاعدة لا عشان نلحق القطر احنا لسه هنسافروا يلا عاد عندي اشغال اشغال اهده ليوم الفرح لا بقول لك ايه كل اللي شغلي يا ريت ما تكلمنيش في الموضوع ده خالص ويلا عاد بيني ماشي يلا يا جدتي كنت هتشليني ايه اللي انت بتعمليه ده انا عملت ايه بالتنتي وبعدين جبتيني من الفرح ليه جبتك يا اختي قبل ما تقلب الفرح حاجه تانيه اقعدي ايه يا بنت يا سعاد خدت جنتك ورمحتي كده من غير ما تقولي كان لازم اخدها بسرعه يا عمتي كانت هتودينا في داهيه وتقول على كل حاجه وكانت هتبوظ الفرح وانا قعدت احلق عليها من هنا لهني قلت لها ما بدهاش عاد نروح احسن كده يا حجه كنت عايزه تبوظ فرح البيت ليه ده احنا صدقني فرح ليه فرح جميلة مين جميلة دي؟ معرفهاش والله ما انت عتنسي عاد براحتك وتفتكري براحتك لما يجيلك كيفك نشفت دمي حرم عليكي دمك؟ هو انت عندك دم زيني؟ اما ليه يعني؟ عندي دم ام العيشة كيف يعني؟ عايشة بالبركة لا يا حبيبتي انت اللي عايشة بالبركة مش انا انا لسه صغيرة وعندي دم وعندي كل حاجة خلاص عاد يا سعاد سيبيه ايه اتجوزت جميلة اتجوزت ولا ايه اللي حصل ايوه الحمد لله باعجوبي بسبب جدتك دي اتجوزت ليه كده يا جدتي بس الحمد لله انها اتجوزت لولا انا ما كانتش اتجوزت ولا اتنقلت في سنينها السودة دي ده انا قعدت ارمح ورا جدتك دي وحلق عليها من هنا لهني كاني بحلق على فروجي وانا كلمتك كل حاجه جدتك ايه البنت البومه دي بقول لك ايه قوم روح من بيتي ليه يا اختي ليه يا ناصحه ده بيتي صاحبتك صاحبتها ولا تضحك عليا دي وعايز نسك بيتي كمان زي ما سرقت ذهباتي يا مري منك ومن ذهباتك دول اللي انت مخيلانا بيهم طب ايه رايك اسرقهم لك صح عاد طب وجمد ايدك عليهم ولا بلغ عنك المركز بلغ المركز ايه رايك وهسرق خلقاتك اللي من ايام الهكسوس دولي وهروح اعرضهم في المتحف تمام ده انا هاخد فيهم فلوس قد كده دول من ايام الهكسوس لا خلقاتي لا اوعي تعال اتفضل يا عم اسماعيل سلام عليكم وعليكم السلام اقعد يا عم اسماعيل جنب الحجة كنت فين وايه الشياكة دي هو انت كنت في الفرح ولا ايه لا تكون كمان كنت بتودع الست هانم جميلة بودعها ليه وانا مالي بيه وبعدين انا لابس عادي هو انت قاعد جنبي ليه هم اللي قالوا لي اقعد جنب الحجة ليه يعني انت تعرفني لا ما عرفكيش هو قال لي اقعد جنبك انا مش عارف يمكن عايزين يجوزونا البعض ولا حاجة واه هيجوزونا ماشي بس انا متجوزة هتجوز تاني وانا كمان تقريبا كده انا متجوز يا مرار الطافح دول نسيوا ان هما متجوزين اصلا على كده دول بيعملوا ايه مع بعضهم في البيت نفسي اشوفهم انت يا ولدي انت قلت لك اقعد جنب الحجه ليه عشان الحجه دي مرتك صح يعني دي مرتي بس انا يا ولدي متجوز ما هي دي اللي انت متجوزها انت اتجوزت عليا كمان بتقول متجوز طب طلقني وانا هروح ابلغ عنك المركز وجرجرك في المحاكم انا واللي ببطني ايه اللي ببطنك يا جدتي بطني في عيل انا حبلة يا اختي انا مش فاكر انا متجوز تاني ولا لا تقريبا كده انت يعني مرتي وانا نسيت وهو انت حبلة ايوه يا اخوي انا حبلة وزعل عفش عشاني وعشان انا كمان بقول لك ايه يا عم اسماعيل يلا عاد خد مرتك وشوفوا بقى مين اللي حبلي ومين جوز مين ومين مرت مين ماشي افتكروا براحتكم اخفى عليكي سيبيهم شويه دول دمهم زي العسل دول هيجلطوني بقول لك ايه يا اسماعيل البت البومه اللي هناك دي اللي شعرها قصير واصفر دي سرقت ذهباتي وخلقاتي قالوا ايه عايزه تعرضهم في المتحف صدقت خلقاتي كل الناس هتتفرج عليها قوم اضربها وجيبها من شعرها الاصفر دي ووديها المركز واه صح سرقت ذهباتك وكمان عايز ناخد خلقاتك لا ده انا مش هسكت لها عاد رايح فين يا عم اسماعيل هضربها تضرب مين يا عم الحاج وانت شايفني قدامك سوسن دي مرتي هي مرتك معلش يا ولدي هي اللي قالت له اضربها
يضربها هي وجوزها ليه؟ وجوزها ماله؟ واه اقصى عليك، وانا اللي فاكراك هتقول عليا يعني؟ اجل ايه وجوزها ماله؟ بهزر بهزر. يلا يا عم اسماعيل اقعد. طيب محدش يزعل مرتي عشان هي حبلي والزعل عفش عشانها، ماشي ولا هي مش مرتي؟ لا مرتك. ايوه انا مرتك وحبلي وبطني وجعاني قوي، وديني للدكتور. ولا اقول لك لا هاتلي الداي احسن، الدكتور دي عفش. ومين سمعك يا جدتي؟ انا كمان بطني وجعاني قوي ومش طايقه الاكل بقالي مده مش عارفه ليه. واه يا بنتي مش طايقه الوقت بقالك قد ايه؟ يومين ثلاثه كده، شكلي اخدت برد في معدتي من المروحه. متاكده يا بنت ان هو برد؟ ايوه يا عمتي ان شاء الله برد، مش اللي في دماغك ده خالص. اما نشوفه، روحي عادك شفي وشوفي. لا مش رايحه اكشف، كل ما بروح اكشف عند الدكتور ده بيقول لي انت حبلي، مش رايحه. خلاص يبقى نجيبه الداي انا وانتي وتكشف علينا، انا حبلي انا عارفه، وانت تقول لك انت عاد حبلي ولا عندك ايه؟ عندي برد، محدش يقول حاجه تاني غير كده. ان شاء الله يا بنتي. يا ترى جميلة دلوقتي عملت ايه؟ ايوه صح، لما توصل البيت هتعمل ايه؟ نفسي اشوفها دلوقتي. هو بيت مين ده؟ بيت حد من قرايبك؟ اكيد صح، وجايبنا عشان نسلم عليهم. لا ده بيتي. بيتك؟ بيتك كيف يعني؟ زي الناس، ده بيتي اللي احنا هنعيشه فيه. يا مري بيتنا اللي احنا هنعيشه فيه؟ كيف يعني؟ ازاي؟ ده البيت ده قديم، طفينا عفشي وحاجتي اللي ابوي جابها وبعتها لك هنا. عفش ايه وكلام فاضي ايه اللي انت تتكلمي عنه ده؟ بعته طبعا. البيت مليان مش ناقص حاجة، ملهوش لزوم يعني. يا مري بعت عفشي؟ جهاز اللي انا عامله كله عمال احوش فيه ومنقيه واحدة واحدة، بعته كيف؟ بعته زي الناس، كان علي قرشين كده قلت سدهم. كيف يعني عليك قرشين؟ هو انت مش غني ومعلم ومعاك حاجات كدي كدي وبيوت واراضي وشغال في كل حاجه؟ لا انا مش غني ولا حاجه. امال انت شغال ايه وعلى طول تقول مشغول مشغول؟ مش مشغول في اي رجل انت. انا مقاول انفار قد الدنيا وبجيب انفار لكل مكان ومش فاضي، وبكره كمان ورايا شغل مصبحيه ربنا. يلا اقلعي خلقاتك دول وبدل المسخره اللي انت لابساها دي، وروحي حضري لنا العشاء. اصوت واقول بو عليك؟ انت طلعت نصاب وضحكت علي انا؟ لا لا، وانت فاكرني لقمه سهله ولا ايه؟ ده انا هوديك في 60 داهيه. ما تقدريش تعملي حاجه، انت دلوقتي بقيتي مرتي ولازم تسمعي كلامي. بقول لك ايه، انا خلقي في مناخيري ومش ناقص. خلصي يلا روحي حضري لنا الوكل. وكل ايه ده؟ انت عايز سم هاري لما يهري مصارينك؟ تضحك علي بعد من قدامي؟ خليني اروح. لا بقول لك ايه يا بنت، انت اتعد لي كده وحسك ده ما يطلعش، انت فاهمه؟ والا بالمركوب، ولو رجلك خطت برا البيت قسما بالله لخليكي جثه ما تتحركيش. وكلامي ده بقوله مره واحده، انت لسه ما تعرفيش انت متجوزه مين. طب هطلع وريني عاد هتعمل ايه. اه يا بوي وكمان بتضربني، والله ما انا ساكته. انت لسه شفتي حاجه؟ ده انا هقمضك واطلع روحك ده في ايدي، انت فاهمه يا بنت انت؟ وحسك ده لو عيلي تاني مش هخليكي عايشه ولو دقيقه، انت فاهمه يا بنت؟ وانت فاهمه ان انت متجوزه عيل ولا ايه؟ يلا خفوتي حضري لي الواكل، وبعد كده تنظف البيت ده كله. حاضر حاضر. والله ربيكي من اول وجديد، والكلمه اللي اقولها هي مره واحده بس مش بتنيه. والجلع اللي كنت بتشوفيه عند ابوك يا اختي انسيه خالص، وتحضري لي دلوقتي اكل معتبر، انت فاهمه؟ وتنظف البيت ده عايزه بيبرق. بس انا ما بعرفش انظف قد كده ولا بعرف اعمل اكل. تتعلم يا اختي، اما انت فاكره نفسك هتتجوزي ايه؟ هيخدموكي؟ حاضر هتعلم. انا هروح اريح شويه تكون انت خلصتي، وزي ما قلت لك رجلك هتخطي برا البيت ما تلوميش غير نفسك يا شاطره، ده لو لومتيها اصلا ولقيتي نفسك دي. مش رايحه حته، هروح فين يعني؟ عشان الناس يشمتوا فيا ويضحكوا علي؟ مش كفايه اللي انا فيه؟ ايه اللي انت فيه؟ غيرك مش لاقيه يا اختي، بيت زي الفل وراجل محترم، عايزه ايه تاني؟ بلا جلع ماسخ. راجل محترم؟ قصدك راجل نصاب؟ ربي هو انا عملت ايه في حياتي عشان يحصل لي كده؟